ماش نحوالكم، ان شاء الله يا رب تكونوا بالف خير ونعم نسل كل. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. نهاير من جديد مع بعضنا وفيديو جديد، ان شاء الله يا رب يعجبكم. فيديو قصير لبنات، فيديو بسيط على طبيعته. ظهري باش نخليكم الفيديو هكا بالصوت والصوره. حاسه لو قمت الصباح ما نحكي لكم، مش عيني على الاخر بالنوم. البارح كانت عندي خطبه وكل هذاك، علاش فزيت اليوم مخر. البارح سهرنا معايا في دار العرس وكل هذاك، علاش على الاخر عيني تعرف نحل فيهم ونحل فيهم كبسيف. حسيلو عارفه معايا روتيناتي في الدار. خرجنا برشا الايامات اللي فاتت، حسيت في كل فيديو تقريبا فيه خرجه وفيه فلوج وكل. اليوم ما في الدار، ما عندي حتى شيء، مانيش باش نخرج، نقضي شويه خضره ونقضي حاجات ناقصيني للكوجينه، خاطر كما تعرف في الجدار كان فارغ ما في حتى شيء وكل. باش نمشي ناخذ شويه قضيه شويه خضره وكل حاجه تذوقهم كما تعرفوا، خاطر وفات لي قضيتي ما عندي حتى شيء. تقولي لا عندي حتى شيء، لازم نمشي نخرج نقضي وشنو باش نعملوا اخر. وكهو حاسين اليوم نهار الجمعه، نصور معكم نهار الجمعه، ان شاء الله جمعه مباركه عليكم وعلى امه سيدنا محمد الكل. ما نساوش نستغفروا برشا ونحلوا لنا نقراوا سوره الكهف اليوم، يعني ان شاء الله بعد ما نكمل قضيتي اليوم مش نعمل حاجه كبيره. نحب نهار الجمعه والسبت ولحد هكما يعني تسمى عطله عنا، ما نعمل فيهم حتى شيء. نهار الجمعه خاطر اخر نهار، السبت ولحد يصبحوا صغار يعني ما يقراوش. كهو اليوم دار يعني نايمه ما فيها حتى شيء. راح كي قلت لكم سهرنا لبرا وكل دار ما يعني تقريبا ما نسيناش فيها حاجه كبيره. كان بيت القعد ولا بيت النوم غسل نظمتهم، والكوجينه عندي زاده منظمه ما فيها حتى شيء، جست باش نطيب الفطور. انا قبل هي جاو نحضروا قهوتنا. باش نعمل قهوة وقلت باش نعمل عصير بالبنان والتفاح ونعمل قهوة عربي. باش نحضر قهوة عربي هيك نحل بها عيني كيف العادة. عرفتوا اني لقيتوا الحاجة كي تبدا جديدة نبدا نافحة، يعني نصور برشا كيفنا كيفي معناه. كي تبدا الحاجه جديده نبدا نيه في حالها ديما نشدها لين ما نهار. شوف شويه مي صافي. قلت لكم كي تبدا حاجه جديده هكا وعملتها جديده نبدا عامله عليها جو، خلي صباح وليل يعني نشرب فيها مثل كيما الهريسه شديناها. يمكن قعدت اربع ايام من طيبش ناكلو في الهريسه خاطر مازلنا كنا فحين بها. ومن بعد عملت البسيسه اللي مت هذه كل ناكلو فيها. وتو القهوه عرفتوا كل اي حاجه نعملها جديده نشدوها لين ما نقلقوا منها. تو مثل القهوه هاني شدتها اللي مت هذه نشرب فيها وبعد يعني نتركها ونرجع للنسكافيه. فهمتوا؟ خاطر مازلت جديد نعمل عصير تفاح. عندي تفاح ونزاس وبنان. نعمل عصير نحط فيه حليب السلمى، خاطر السلمى مسيكنا تحب تاكلوا التفاح، اما ريحتو كي يابس عليها ما تنجمش تاكلوا بالباهي. نعملهولها عصير نتصور خير. البارح حطيت لكم الفيديو كان تاع المشتريات اللي جا كل الكادو اللي جاني من عند عفيف. الحمد لله ما خيبتونيش، حاصيلو ما شاء الله تقريبا الناس اللي تبع فيا واللي نعرفهم تقريبا الكل مشاو للجروب. تكون حاجه تفرحني على الاخر كي هيك فما كومونتير. قالت لي واحده كتبت لي قالت لي قالت سيرين اللي اتفقنا عليه سيرين نعملو. والله محليكم محليكم، قديش نحبكم وقديش قداش نتمنى نهارك نشوفكم كل بعضكم كل. يعني ساعات تجيني هيك واحده تقول سيرين راني نتبع فيك وكل، اما ذا بيك كل ما بعضكم ممكن ذا بيك كل ما بعضكم نشوفكم نهار محليكم محلى قلوبكم. مش باش نحط نزاز خاطر نزاز فيه هيك فيه قروص
الموسيقية ولا كيفاش هذاك على ديما نستعمل هدية كي نضحي حاجة ديما نحط في هدية الروز خاطر ما يعني ما تشليش كف الجناب وكل حطيت شوية بخور. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. ديما كنحب نهار الجمعة نعمل تبخيرة للدار، وكما قلت لكم اليوم نحاول اني هيك ما يعني ما نعملش حاجة كبيرة في الدار، ما نحرقش برشا. الدنيا كل عندي منظمة ما تحتاج حتى شيء. كي تبدأ في وسط الجمعة تقضي وتعب شوية كل عادي، في من بعد معناها تحس روحك كفي آخر الجمعة ما عندك حتى شيء يقلقك، وإلا لازمك تعملك الحاجة وتعملك الحاجة. ريحة البخور تهبل. نحطه لهني يعني خاطر كي نحط البخور راني يعني نحسه يدخل للدار الكل. نقعد لهني تو ما عادش تقلقني السخانه خاطر الدنيا هيك بردت شويه. هذه تعرف شكون حطها لهنية؟ سيل جابها من الكوجينة، قالي خاطرها فيها الأحمر تخرج هي على هذه. تصوروا تسمع في الصوت هذايا. حماتي حالة مرمى في الدوش، عجبتها جا عندها برشة تحب تركح انسلاسيون الغسالة متاحة وتعمل الدوش متاحة كل شيء. حسيله شكري قاعد يبني لها في الدوش، تو ان شاء الله بعد ما تكمل قولوا لي كنت حاب نصور لكم الدوش كيفاش بعد ما عملوه وبنوه وكل ما زالوا توا يبنيو في مازال كيبني الدوش وقاعدين كي يعملوا في الانسلاسيون تاع المي والغساله وكل. قولوا لي كنت حاب نصور لكم بيت البانو كيفاش بعد ما غيرتها حماتي، قولوا لي تنصورها لكم. هي باش تطلع تشبه شوي البيت البانو غير اختلاف الالوان وفي الشكل بطبيعه وكل. حاسين ان شاء الله ربي يسهل لها وتعملها، وتون ان شاء الله كانت تحبوا قولوا لي في التعليقات كانت تحبوا تو نصور لكم البيت البانو كيفاش ولات. متشوقين على الاخر باش نشوفها كيفاش باش تولي. والله وكهواني هذه هي الاجواء نهار الجمعه اللي عندي في الدار. ان شاء الله الدار نمشي نجيب نقرا كما قلت لكم سوره الكهف. ديما نحب نقراها نهار الجمعه ونحرص اني نقراها نهار الجمعه، وكاو نكمل شرب قهوتي ونرتاح شويه. خليني اليوم نرتاح وناخذ كونجي من كل شيء، ومن بعد نمشي للمرشي ونرجع لكم من بعد باش نطيبوا الفطور. حاسين لو خرجت قضيت البنات ورجعت لكم ديما نبدا حتى بحذايا حاجه تونسني من اكيد برشا كيفي. والله نتونس عرفتوا كي نحطك مسلسل قسم مسلسلين. قبل كنت نحط غني الحقيقه ربي سامحني، كنت نحط برشا غني وما نجم نقضي كم بالغني. تو وليت نحط بحذايا مسلسل ولا حاجه نبدا هيك نتونس بيه في الكوجينه وكل. حاسيلو اليوم كما قلت لكم فيديو خفيف لنهار الجمعه. بعد ما شربت قهوتي خرجت مشيت للمرشي قضيت قضيه سامكستون، قضية ناقصيني كما شفتوا البارح في الفيديو الفريجيدير فارغ ما فيه حتى شيء. بديت بالخضرة مش بالمكازانة بقضيتي. تعرف الخضرة نار 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 نار، فما برشا يقولوا لي ديما سليم بربي يقول لنا على الأسوأ متاع الخضرة خلينا نعيشوا معاك ونفهموا ما عنديش حلوة
تفهموا لسوا عندكم لحقا ما سألش على سوا بأني خذيته برا. مثال هذه هي الخضرة نقول لكم نار كانت رخيصة لأمات الفات رخيصة مثال أولامس برك أولامس تعديت من قدام المرشي مثال مو إذا حاطين الغلة قدام المرشي البنان مثال ب 1900 أولامس برك تعرف اليوم مشيت باش ناخذ البنات 3-4 ألف حصيلوا كلهم الخضارة الغاديكة كل قالوا راه نسوان نار مثال العذاب زاد آخر مرة خذيته ب 2500 اليوم ب 4500 منعرفش علاش الزيادة هذه بصراحة قعدت مظلومة قعدت مظلومة والله حاسينه واني تعرفوا اللي بيت علاش قلت لكم الاسوام حاسين على اساس باش نعمل دوارة باش نعمل العصبان حبيت نعمل دوارة ناخذ دوارة ونعملها ما لقيت الخضرة غالية برشا السوم المعدوم في السلق وكل اللي ملي كانت 200 و300 توا تلقاها 700 800 900 فهمتي يعني ديما نستغل الوقت اللي تكون هيك الخضره رخيصه شويه ونعمل حاجات اللي نحب نعملها بكميه كبيره نحكي له خضره خذيت شويه بتاع الجمعه هيك ولا اقل صوت وصوره باهي والا لا نرجع انه الفيتيس خير
على خاطر نحس الحقيقة، الحقيقة نحس بالفيديو سخين هكا بعد نتكلم اللي نحب، اللي نحب نتكلم نقوله. أما كي نبدأ هيك ما ننسى، حتى كي تبدأ عندي حاجة باش نقولها ننساها. أما زيتها محلية تقدر تخليكم بحذية، عرفتوا بالصوت القربية وكل يعجبوني يعني ساعات في الفيديوهات. نحط أول حاجة المي يسخن، بالنسبة للكروفيت أنا هيك مشكل، بالنسبة للكروفيت مشكل غليظة برشا بالمتوسطة، قلت مانيش باش نقشرها باش نحيلها كأنك عرفتو كل عاش نحيلها زعما الروس ولا لا، فنحيلها الراس ونحيلها كل هذاك خيط لك على اللي يبدأ هيك في اللي يبدأ في الوسط، مش نخليها بقشورة على خاطر تفوني كيفاش نطيب القشور وحده والكروفيت وحده، وناخذ المي معايا المي اللي نطيب فيه القشورة كي نطيب به. مثال كيما توا صوص توا المقلونة نعملها هيك وكها، ندوج عليك ال وريف. والله كي تمشي هيك الريستورون ولا حاجة الكروفيت ما يحط راسها ما يتنحاش يخليوه. هاو كمان تغسلت الكروفيت اكيد مقلقتنا شويه الصوت، حاسه كملت غسلت الكروفيت وكها باش نقشر شويه ثوب. اني قلت توا في الوقت الحاضر عندي هكومه اللي نتاع القهوه والتاي كل قلت زعما ما نساش نحط فيهم اظن هكا نحطهم ديما بحذين، نحط واحده فلفل احمر خاطر فلفل احمر مازلت ما عنديش وين نحطه وواحدة فلفل أكحل، وحاسين نحطهم على إيدي هيك نعرفش عطيوني رأيكم. هيك فلفل أكحل فلفل أحمر ما عنديش وين نحطه، ولا تو نحطهم توا وقولولي معناها باهين وإلا لا. قشر شوية ثوم المقالونة بالصوص تعجبني تطيبها كل نفد كان تقشر الثوم. اسمعوا نتصور اني نسيت كل اللي في الدار من اكثر الحاجات اللي ما تحبهمش هي تقشير الثوم وقصان الخضرة، خاصة المعدنوس والسلق وكل قصان السلطة وطويلة بش في الدار ضمع الحاجات بالحق اللي الناس كنت بتتحرج منها. نعمل مثال نحط فيه هذه الملح بيك على ايديا، خلي عندي نقطة بريشة ونس في الكفاية. بسم الله هو اللي محل هذي حانة فيها السكر
نحط اول الكريبات نتقلب. بسم الله. هذه البنات الطماطم ليلى ننصحكم كان تبقى باي ما تاخذوهاش، والله العظيم معرفش ما عجبتنيش بالكل حتى لونها. شوفوا اول حاجه ما فيهاش نتاع اللي نقص، انا والله لقيتها برومو في المخزن اللي خديتها. اول حاجه تدعبت في القصه وزيد ما هي شكل تحمر برشا و عاش حسيت فيها شويه قروسيه ولا كيفاش، ما الحقيقه ما عجبتنيش برشا حتى لونها تحسوا ما اني على الاقل نحط مغرفتين طماطم دونك نحط ثلاثه مغارف طماطم خاطر طن ونص. وكملت طيبت الفطور، عرفت في دقيق في درجين يمكن حضر ما طابت المقارونة صوص هي طابت، رشيت عليه كما شفتوا شوي فلفل الأحمر وحطيت على فيها شوية رند وكهو، لاني عندي شوية معونة اللي حست فيه يعني غسلته باش ما تبداش الكوجينة فيها برشا معون، وقصيت سلطة وكهو لاني قاعدة نظف في الغاز خاطر طش عليه برشا، خاطر كيف نطيب في المقليات نحس الغاز يتهلك لي. اعطيني رايكم فيك الحكوك هذوكم باهين ولا قلت خلي نستعملهم وعرفتوا كل نشبع بيهم خير ما اني نحط فيهم قهوه ولا نخبيهم، خاصه انه عندي كل متاع القهوه والسكر والتي، هذاك علاش قلت خلي نستغلهم هكا اني ما عنديش ولا نحط في الفلفل الاحمر والملح، ما عنديش حكوك هكا على يديا هنا هكا يبداو على يديا احسن. وكواني كان نكون وصلت بكم لاخر الفيديو، ان شاء الله فيديو اليوم عجبكم، نحبكم برشا برشا قد الدنيا الكل والله العظيم، احلى واغلى اخوات عندي ان شاء الله يا ربي يخليكم ليا وبسلامه.